علم احباب قلبي الاولين. انا شوي شوي دكتور يقول اني تعبان. انا عندي يا دكتور ما في سماعات. طيب خليني اعلمك ايش اللي عندي. دقيقه تكفى تكفى عبد الله عبد الله تكفى عبد الله. المايك المايك المايك. بسم الله بسم الله. دقيقه طيب سالني اول شيء. ايش بلاك انت؟ ايش فيك؟ ايش بلاك؟ ايش تعاني منه؟ اعاني من صدري، عندي الصوت ما يطلع. تشوف زي القطع. ايش دخل صوت في صدرك؟ يعني دقيقه. شفت الدكتور اللي ياخذ شهادته من كيك ربو انت؟ كيك ربو انت؟ فيني وابو خبيب. خبيب؟ هل تعاني من اكتئاب؟ اكتئاب؟ إيه؟ اقول حلقي صوتي. طاوله طاوله اجي ولا حبيبي صوتي عنده لوز. ما عنده عمليه زايده. دقيقه اسمع دكتور، هذا العوال اخوان. ايوه صح صح معك. هذول اخوتي بالله. وجو ودوني المستشفى قالوا انك اطلق دكتور. هم مغيرينك ولا؟ بس اسمع يقولون انك اطلق كاتمينكم؟ يا اخوي ايش اللي قالت لي؟ انت مش يا دكتور اسمع انت ربع عمرك. انت الحين دقيقه تسالني وانا على السرير؟ اجلس واسالني. يلا 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 اجلس هناك. يا دكتور دكتور يا دكتور لا تحرص على الدكتور اللي يمرق. دقيقه دقيقه احنا نبي ناخذ قعدتك قصيده. يا دكتور لا تحرص على الفحص والتشخيص. ايه ترى حالتي نظره عيوني. دقيقه 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 لو انك بحاسيس القلوب النظافه بخيص صرفت الدواء لجروحها قبل تفحصها. اللي فاقد رفقة رفيق ما هو برخيص. يونس وجعت ان تظهر موالي خصائصها. سوالف ضعيف الرابعة مثل شوك النيس وانا ما انتحل شخصيته واتقمصها. ودي انقلب بيموت. دقيقة دقيقة خل نصرف العلاج. دقيقة يا اخوي خل الرياجيل تكون قصيدة يا اخوي. خلاص ابي الاخيرة واحدة 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 فاضية. في فاضية ما اقول كلمة. ايوه شوي عطنا مجلة عاد خل ياخذ. طيب خذ راح. تعال يا سابون وقفني. انت اخوي وديتني تعالي انت من انت يوم تجلس انا اقول تكلم بدلي. تعالي انا تعبان قول عنده وكذا. اعفاك يا دكتور. جاي دقيقه احنا جاي دكتور. هذا يا دكتور يا دكتور تفضل. الرجال عنده جاير جاير. وش دقيقه يعني اتكلم انت ها باللهجه الجنوبيه عام الجاير وهو البلغم. دكتور لا تحرص بيجيك انواع واشكال. ودك من الجنوب ودك من الشمال ودك من ذي هو بيتكلم. طيب الجاير وش كمل الجاير كمل اشرح لك. يلا تفضل. عندها جاير سمعت والقالون مثل ما قالوا القالو. اصبر يا رجال عطنا دقيقتين يا اخوي. يعاني من الكتاب. مو وقتك مو وقتك بس مو وقتك دقيقتين يا اخوي. حظي في القفل. الله يطول عمرك. بارده خفيفه ولا هذه قويه؟ كم يا رب صلي على النبي. الرجال يبغى يقدم. دقيقه دقيقه احنا جلس الرجال تعبان. دقيقه وعواد. طيب ايوه هو قلبك ايش ذا يا ولد. يلا يلا ما قلت شيء. معك 10 دقائق تمام؟ اعطيك العافيه. 10 دقائق ايوه كمل. دكتور صح؟ ايش ثاني منه؟ دكتور صح؟ صحيح. طيب شو بدي كان اجيب لي واحد اللي يخوف. يا رابع سيف يبغى نظارات شمسيه. دقيقه 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 دقيقه. وش كم رقمك؟ رقمك كم؟ معك دكتور ما هو ايش؟ فليش؟ رقم الطلب كم؟ دكتور مساك الله انا دكتور انا رقمي 3. مساك الله بالخير. زين بعد هذا يا دكتور مساك الله بالخير. الله يجيرك يا عليكم السلام. انا طالب توبة. نعم تفزع فزايا عرضي اجي فرديجي. علاج طبيعي جراحة جراحة يا اخي ما ودي. طيب ابوالي دكتور حنجرة. تفضل وبيطري كل حنجرة. تفضل. طيب تفضل يا دكتور. انا حلقي تعبان. جيت هذا دكتور. المهم جيت يا دكتور وحلقي تعبان دحين. نعم وابوك تعالجني. امشي. طيب يلا صدق الدكتور عنده جايه. ها يجي بس دكتور اسنان حنجره حن والحنجره فين هي؟ صدقني سوي لك عمليه زايده. بشوف حلقه قدري حنجره مش ما فيك العافيه. انت بلك يا دكتور. دقيقه يا دكتور دخل اصبعك يا دكتور. شوف دقيقه ايش فيك؟
الله يعطيك العافية يا دكتور، الله يشفيك، الله يعطيك العافية يا رب. دكتور أنا اعتذر يا دكتور والله بعد بتعالج. الله يسعدك. ما ماني بمريض. إيه واحد مريض كان يجيب الله يجيب. حالك على مريض بس إيش إنك متمريض؟ تفضل. تفضل. بتقابل معي أنا. دورك رقم ثلاثة أنت صح؟ مع من؟ رقم ثلاثة تفضل. يا عبد الله. الله بالخير. إيش حالك؟ ما عساك طيب والسلامة. إيه. وش ثاني منك؟ ايش تبغى انت؟ ما ادري انا ولا هو. وش ثاني منك؟ والله اعاني من اعاني ايه ما فيني شيء. طيب ليش جالسين بالله؟ ما فيك شيء شو اللي جاي جالسين عندي؟ ابغى اعطيك قصيده يا دكتور. ما احنا فاضيين قصايد بالهواء قصايد يا دكتور. ابغى اعطيك قصيده يا دكتور يمكن تعالجني. الله ياخذك انت قصيده كمل يلا. قصه صفر الله صفر. خسئت يا دكتور. يا دكتور بدال ما تعالج المسلمين تدعي عليهم يا اخي. انت ما ينفع انت ما ينفع ايش هذا الطب يا دكتور؟ طيب يلا يلا عطنا قصيده بس لا تسبنا فيها انت. لا والله اني امزح. ها كمل عقب ايش تبغى اخذ الشهاده؟ ايه اخذها من اثيوبيا. مبارك كمل. قال يقول فلاح القرقاح يا دكتور. يا دكتور يا دكتور لا تحرص على الفحص والتشخيص. ترى حالتي نظرة عيوني تشخصها. لو انك بحاسيس القلوب النظافة بخيس صرفت الدواء لجروحها قبل تفحصها. اللي فاقد الرفقة رفيق ما هو برخيص يونس. وجعت ان تظهر مواري خصائصها سوالف ضعيف الرابع مثل شوك النيس. وانا ما انتحل بشخصيته واتقمصها. بدي ينقلب بموتري في طريق خريص ولا شوه وجيه المطاليق وارخصها. او سلام. هلا انت اللي يبغالك علاج. هذا علاج وينك؟ انا تعبان. هذا يا سعد ماسك كاريزما علاجك انت ينتظرك. بعد هذا شو تفضل. عندي التهاب معده. اجلس. عندك التهاب معده. يلا يلا بس اسمع اسمع هذا هذا الدكتور البيطه. شو عندك؟ يا غبي انا اقول شو عندك تقول؟ وش انت؟ وش فيك؟ وش تعاني منه؟ يا شيخ يا دكتور بجيك الدكتور ابغاني. الدكتور اهم اسلم. طيب عندي هنا الم. ادري انك حطيت مغذي بس غير مغذي وش؟ بس 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 العلاج. وش حطيت عشانه؟ التهاب في المعده. المعده؟ ايش العلاج؟ الله يشفيك بس صدق ايش العلاج؟ قلت عندي التهاب المعده قال الله يشفيك. طيب بعد من يقول ايش فيك؟ ليش عطنا صرف لي علاج صرف لي؟ من معه قلم؟ دكتور ما معه قلم. عطني قلمك. ادري. خليني اخلص فقرتي. بيجيك. ما في ما يكتب ما يكتب ولا تفضحني رد على ما يكتب. من معه قلم؟ عطني قلمك ولد. يكتب ولد. كلهم قلمهم نفس بعض. يا رجال غالية. خلاص عطني وانا بروح الصيدلي. تي عطني وانا بروح ايش؟ اسمعني. ها؟ روح لبابا. قل له بالله انا شفتني انا البث وخر الكاميرا عني. ايش هذا؟ دكتور عنيات. عندك ادوية تذبحها؟ دكتور عنيات. او شيء؟ اذا عندك ادوية تذبحها علمني. خلاص عندي شغلة بخلصها. والله شغلة بخلصها.